حياكم الله يا شباب. انتهينا في الحلقة السابقة إلى الثلاثة scalar components of the conservation of linear momentum كما ترون، وكنت ذكرت لكم أن الدكتور وايت ذكر أنه في مجموعة من الأخطاء يرتكبها الطلاب في linear momentum هنا أو حتى في angular momentum ونص عليها، فحبيت أني أحط عليها الحلقة التالية الآن. أول شيء ذكر أنه failure to account for the vector nature of the linear momentum relation، وهذا الحمد لله تلافيناها عن طريق اني فككت لكم كل الكومبوننت لوحدها عشان تعرف ان الحد هذا اصبح ايش، يو في الاكس دايركشن اذا تبغى، والفي في الواي دايركشن، والدبليو في الزي دايركشن. فان شاء الله انت مضبط الان باذن الله. طبعا الحد هذا او هذا او هذا هو زي بعض، لا يغرك، حيكون سكيلر لانه فيكتور دوت فيكتور حاطين سكيلر. الاشكاليه وين؟ في هذا التيرم في او في الفي اللي هنا. طيب بعد كذا ركز على حاجه مهمه الا وهي اشاره الحد هذا اللي هو المومنتم فلكس. قال لك ذا كوركت الجبرك ساين سواء كانت موجبه او سالبه تو بي اساين تو ذا مومنتم فلو في رو في دوت دي اي. اهو كتبت لك مكبره هنا. هذا الحد شويه تريكي. طيب ليش؟ لانه مكون من جزئين، هذا اللي ما بين الاقواس اللي هو الماس فلو ريت والفيكتور في نفسه، كل واحد منهم له اشاره. اذكرك الان، ناخذ اول شيء الماس فلكس هذا. الفي دوت دي اي برودكت كررت عليك في الماس كونزرفيشن وقتلته تدريبا، كنت اقول لك انه بلس فور فلو اوت اوف ذا كنترول فوليوم وماينس فور فلو انتو ذا كنترول فوليوم. واذا انت ناسي اذكرك، للانلتس هنا تكون دائما السرعه عكس ايش؟ الاريا فيكتور، والزاويه بينهم 180 وبالتالي الاشاره نيجاتيف. اذا كان عندك مخرج فان السرعه والاريا فيكتور بيكونوا في نفس الاتجاه والزاويه بينهم ايش؟ بزيرو، فالاشاره ببوزيتيف. انتهينا الحمد لله، اتمنى انك منتبه. نجي الان للتيرم هذا في، واللي بيكون على شكل يو في الاكس كومبوننت، في في الواي كومبوننت، ودبليو في الزي كومبوننت. قال لك The direction of the velocity components of V يجب أن تكون positive in the positive coordinate direction و negative in the negative coordinate direction. من دون مثال ما يتعفى المكان، أجيب لك مثال روعة حصلت في واحد من المراجع. عندك بنت يدخل له موية بسرعة 2 متر قول بير سكند ويخرج ب 10 متر بير سكند. أوكي خليني أوريك السرعة دي V2. لو سألتك what's gonna be ال U2 الخاصة ب V2 هنا، لو قلت لي V2 كوساين 60، طبعا هنا 60 اوكي يا شباب، في الزاويه هنا ب 60، لو قلت لي V2 كوساين 60 اقول لك غلط. اوكي بل هي ماينس V2 كوساين 60. نعم تضرب V2 في كوساين الزاويه يعطيك الكومبوننت هنا، ولازم تحط ماينس. ليش؟ لانها في النيجاتيف سايد على اليسار. اوكي واعطيك كمان صوره ثانيه تضبط الموضوع. نفس القضيه، انا عندي V2 هنا ابغى المركبه الهوريزونتال الافقيه هنا. اتس غانا بي بلس في 2 كوساين 30. انت ضربت في كوساين 30 حصلت على الماجنتيود، وبلس لانها يعني تؤشر في الـ يعني البوزيتيف دايركشن للاكس كوردينيت. جميل جدا، هذه اتمنى انك ايش متذكرها عشان لما نبدا في المسائل الجايه ان شاء الله تسهل عليك. اخر حاجه نقطة ثقيلة شوية تحملني فيها وإن شاء الله إنك تفهمها. هذه جبتها من عند فوكس، يقول لك الكنترول فوليوم كوردينيتس، the control volume coordinates with respect to which we measure all velocities، يقصد هذه وتلك، أوكي؟ أيوه يشبه يا فوكس، are inertial قاصرة ذاتياً. They are either at rest أو متحركة. وإذا تحركت فيكون تحركها at a constant speed. حتى ما تكون متسارعة، constant speed still inertia القاصر ذاتيا. With respect to an absolute set of coordinates x capital y capital z capital. برضو كلام ثقيل وقوي وحق ناس كبار. أعطيك صورتين توضح لك الموضوع باختصار وإن شاء الله نزوره مرة ثانية في نهاية الشابتر. عندك الشكل هذا، النقطة السوداء، الجسم الأسود هذا اللي قدامك هو مروحة من الهيدروليك تيرباينز التربينات المائية. هذا الشكل يطبق بكثرة. لو كانت هذا الفين أو الريشة ستينشينري ما تتحرك، شايف كيف؟ فأنت عندك خيارين في الكوردينت ريفرنس الآن، إما أنك تجلس برا في الشارع هنا
وتقيس السرعة التي تدخل وتخرج من وجهة نظرك، شايف كيف؟ وممكن أيضا تكون راكب فوق الريشة هنا وتقيس السرعات التي تدخل وتخرج، وكلا القياسات حقتك هنا لو كنت على الريشة أو هنا زي بعض، أن الريشة هنا أو الفين ما تتحرك. أوكي؟ طيب طيب، خلينا الآن نشوف التطبيق. لما الريشة is moving هنا تفرق. أوكي، إذا كنت برا حتشوف السرعة الداخلة، شايف كيف، وتخرج بقيمة معينة، بينما لو كنت هنا موجود راكب على الفين حتشوف different values غير اللي تشوفه لما تكون برا. معايا؟ كلا القياسين صحيحة، ولكن وجودك مع الكنترول فوليوم الذي يتحرك وانت راكب فوقه هو الذي نطبقه، لأن الحسابات بواسطته أيسر بكثير مما لو كنت هنا. الآن فهمت كويس؟ ما فهمت النقطة رقم 3؟ على نهاية الشابتر إن شاء الله بتكون واضحة بمشيئة الله. أشوفك على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.